أعزائي، أنا مستمعي إذاعة مستقبل أورامية للأخبار، وفيما يلي نقدم لكم حصاد هذا الأسبوع. وفيه السلطات السودانية تعتقل العشرات من اللاجئين الإثيوبيين المقيمين بالخرطوم بعد أن نظموا مظاهرة سلمية أمام السفارة الإثيوبية بالخرطوم. والسلطات اليمنية ترحل 270 لاجئا إثيوبيا إلى بلادهم. دولة زيمبابوي تحاكم 33 لاجئا إثيوبيا في بلادها. انسحاب الجيش الإثيوبي من الصومال. وإليكم التفاصيل. استنكر المواطنون والشيوخ والمثقفون الأورومو تعرض اللاجئين الأورومو في السودان للاعتقالات والضرب المبرح من الأمن السوداني الذي لم يراعي حالة وظروف هؤلاء اللاجئين الذين هربوا من أثيوبيا إلى السودان طلبا للأمن والأمان الذي فقدوه في وطنهم في أثيوبيا بسبب النظام الحاكم في أثيوبيا. هذا وتظاهر بضع مئات من اللاجئين الإثيوبيين في السودان أمام السفارة الإثيوبية بالخرطوم احتجاجا على امتناع السفارة الإثيوبية إعطائهم أوراقا ثبوتية لتصحيح أوضاعهم لكي يتمكنوا بالعيش في السودان حسب تعليمات الأمن السوداني الذي خيرهم بين تصحيح أوضاعهم أو الترحيل من السودان إلى إثيوبيا. ولذلك قدموا طلبات متتالية إلى مسؤولي السفارة الإثيوبية بالخرطوم، ولكن السفارة تجاهلت طلبات هؤلاء بعد أن منحت هذه الأوراق المطلوبة إلى جميع الجاليات المنتمية لأقاليم تيغراي، وهذا الذي أغضب جميع اللاجئين الإثيوبيين بالسودان من قوميات مختلفة مثل القومية الأورومية وأمهارة وغيرهم، الأمر الذي أدى إلى احتجاجهم ضد أفعال هذه السفارة. واحتجاجا على هذه العنصرية التي يقوم بها مسؤولون في هذه السفارة، نظم اللاجئون الأورومو وغيرهم وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الإثيوبية بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 17/2/2017، ولكن مسؤولي هذه السفارة بدل أن يلبوا طلب هؤلاء المواطنين طلبوا من الأمن السوداني التدخل لقمع هؤلاء اللاجئين. ولكن والغريب في الأمر أن الأمن السوداني تدخل بسرعة كبيرة وتعامل مع هؤلاء اللاجئين بعنف لا مثيل له في السودان، حيث تعرض أكثر من 20 لاجئا للضرب المبرح من قبل رجال الأمن السوداني، وكما تعرض العشرات منهم للاعتقال. هذا وتقول بعض المصادر الموثوقة من العاصمة السودانية الخرطوم أن الأمن السوداني دخل إلى منطقة الجريف التي يكتنها أغلب اللاجئين الإثيوبيين بأربع سيارات أمنية وداهم بيوت هؤلاء اللاجئين التي اعتقل فيها عددا كبيرا منهم بتهمة المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية التي نظموها أمس أمام مبنى السفارة الإثيوبية بالخرطوم. هذا ويتخوف المراقبون من أن تعيد السلطات السودانية هؤلاء اللاجئين إلى إثيوبيا بالقوة الجبرية، الأمر الذي يعرضهم للاعتقال الفوري في إثيوبيا وإيداعهم السجون بتهمة الخروج من البلاد عن طريق الغير شرعية. وجدير بالذكر أن السلطات السودانية قامت بتسليم الفنان الأورومو خضير مرتو منذ 3 سنوات إلى النظام الإثيوبي الذي أودع الفنان من دوره فوق تسلمه من الأمن السوداني في سجن كلينتو الشهير 8 شهور كاملة التي كان يتعرض فيها للتعذيب الشديد بتهمة خروجه من البلاد بطرق غير شرعية، والتي تعرض خلالها للكسر في عموده الفقري والذي يعاني منه حتى الآن. هذا ويناشد الشيوخ والمثقفون الأورومو الشعب السوداني المضياف الذي كان يستضيف هؤلاء اللاجئين الذين ضاقت الأرض بهم بما رحبت منذ فترة طويلة التدخل لدى السلطات السودانية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين والسعي إلى عدم تسليمهم إلى السلطات في أثيوبيا، لأنهم حتما سيتعرضون للسجن والاغتيال دون محاكمات هناك من قبل النظام الحاكم في أثيوبيا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصلحة الهجرة اليمنية أمس الخميس ترحيل نحو 270 مهاجرا إثيوبيا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وقالت مصلحة الهجرة والجنسية اليمنية في بيان أن ترحيل هؤلاء المهاجرين غير شرعيين جرى بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وبحسب البيان، فقد تم ترحيل المهاجرين الإثيوبيين على متن سفينتين انطلقتا من ميناء الحديدة غربي اليمن
واتجهتا نحو ميناء جيبوتي التي سيتم نقل المهاجرين منها برا إلى بلدهم. وتمكنت منظمة الهجرة الدولية ومصلحة الهجرة اليمنية من ترحيل نحو 6000 مهاجر إفريقي إلى بلدانهم خلال عام منصرم. وعلى الرغم من النزاع الدموي الذي يشهده اليمن منذ قرابة عامين، إلا أن عملية تدفق اللاجئين الأفارقة خصوصا الإثيوبيين عليه لا تزال مستمرة. ومن ناحيتها أقدمت حكومة زيمبابوي على محاكمة 33 مواطنا إثيوبيا بتهمة دخولهم البلاد بطرق غير شرعية. ومن ناحيتها اضطرت إثيوبيا لسحب أغلب جيشها بشكل سري الذي كان يتمركز في جمهورية الصومال المجاورة لإثيوبيا. هذا الجيش الذي كان يرتكب الفظايع على السكان الآمنين بدعوى مساندتهم لحركة شباب الصومالية التي تشن حربا بلا هوادة، واستطاعت أن توقع بهذا الجيش خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات منذ احتلاله لهذا البلد عام 2006. الأمر الذي أجبر الحكومة الإثيوبية بسحب أغلب جيشها ولو ظاهريا من هناك وإعادة توزيعهم في سكنات عدة لهذا الغرض في الأقليم الخامس الصومالي منطقة أوغادين القريبة المتاخم لحدود جمهورية الصومال. واحتفالا بعودة هذا الجيش، عقد المسؤولون لجبهة تحرير تيغراي الاجتماع الذي حضره أغلب المسؤولين في هذه الجبهة الحاكمة دون غيرها في أثيوبيا مثل سامورا يونس وأبهاي سهيي والعامل رقم واحد عبد عمر وآخرين دون غيرهم من المسؤولين في الدولة الإثيوبية. هذا هو احتفل الجيش الإثيوبي المنسحب من الصومال بهذه المناسبة بمدينة جيكجيكا يوم 14/2/2017 احتفالا لم يحضره أي من المسؤولين الفيدراليين من الدولة الإثيوبية، كما لم يحضر أي من المسؤولين لأقليم أورومية والإقليم الأخرى في أثيوبيا، الذين لم يحضر منهم أيضا ولا حتى من يمثلهم في هذا الاجتماع كعادتهم. وكما لم يحضر إلى هذا الاجتماع كغير عادته رئيس الوزراء الإثيوبي هايلمارام دسالين، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الإثيوبي أبادولا جمدا، وكما لم يحضر أيضا وزير الدفاع الإثيوبي سيد سراج فقيسا، الأمر الذي فسره المراقبون هذا الغياب لقيادات عليا بالبلاد عن احتفالات الجيش الإثيوبي بانشقاقات مقبلة سوف تظهر للعلن عما قريب بين أغلب المسؤولين الفيدراليين الإثيوبيين مع زعماء جبهة تحرير تيغراي الذين يفرضون رأيهم على رئيس الوزراء الإثيوبي وآخرين في الدولة الإثيوبية كأنهم أصحاب شركة خاصة. وجدير بذكر أن الإثيوبي أكثر من 3000 عنصر عسكري في الصومال شبه متخفين باللباس المدني يتحدثون اللغة الصومالية بطلاقة، منتشرون في طول البلاد وعرضها كجواسيس تحت قيادة الجنرال جبري الذي اختفى هو الآخر عن الأنظار منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الصومال التي فاز فيها الزعيم الوطني الصومالي السيد محمد عبد الله فرماجو الذي كان يعارض وجود القوات الإثيوبية في الصومال. هذا وكان معكم من وراء الميكروفون عبد السلام سوتي من إذاعة مستقبل أورومية للأخبار، ودمتم.